بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نصور في جبل بونشاك اندونيسيا، الجبل الأخضر، تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر آسيا. طبعا نحن نصور فيلا F6. هذه الفيلا واحدة من الفلل الرائعة. طبعا هنا المسبح مع حديقة الفيلا، طبعا مسبح زي ما احنا شايفين، مسبح ممتاز وكبير الواقع. وإن شاء الله ندخل إلى الفيلا. الفيلا أمامنا، طبعا مساحة كبيرة للفيلا، وهنا في جلسة أمام المسبح، وهذه حديقة الفيلا. وطبعا الفيلا لها إطلالة ممتازة على الجبل، على منطقة الجبل بالكامل كما نرى هنا. طبعا هذه ما زالت يعني تابع لحديقة الفيلا، هذه أيضا تتبع حديقة الفيلا زي ما احنا شايفين. وشايفين المنظر من هنا، مع أنه اليوم الجو غائم يعني، لكن مع ذلك أعتقد نستطيع أن احنا نشوف. الآن إن شاء الله ندخل إلى الفيلا. الفيلا تكون من دور واحد وبها 4 غرف. سنرى كل الغرف. هذه جلسة أمام الفيلا، وهنا الصالة الرئيسية كما نرى، وهي مطلة على المسبح من هناك. وهنا يعني المطبخ وهو مفتوح على الصالة. وهنا نرى أول غرفة، الغرفة الأولى، وبها تكييف. طبعا مستوى الفرش جيد جدا، يعني من أروع ما يمكن. وهذا الحمام، حمام جيد، وبه أيضا سخان مياه. ننطلق إلى الغرفة الثانية. طبعا هنا في جلسة مع تلفزيون رائع كبير جدا ما شاء الله، تلفزيون كما نشاهد يعني كبير. إن كانت الإضاءة اليوم، لأن الغيوم ليست عالية، ليست جيدة يعني، الغيوم كثيرة. هذه هي الغرفة الثانية. طبعا الغرفة الثانية أيضا مع حمام خاص، وهو أيضا مفتوح على الصالة، ممكن إغلاقه ويكون تبع هذه الغرفة بالضبط. هذه الغرفة الثانية. الآن نشوف الغرفة الثالثة، أيضا غرفة كبيرة ما شاء الله. هذه الغرفة فيها مروحة، مروحة ممتازة، لا يوجد فيها تكييف لكن فيها مروحة ممتازة. وهذا الحمام داخل الغرفة، أيضا حمام جيد، مستوى كويس جدا. نشوف الآن إلى الغرفة الرابعة، وهذه هي الغرفة الماستر بيدروم. نشوف طبعا هذه الغرفة فيها تكييف زي ما هو واضح فوق، وهي غرفة قريبة من المسبح. وهذا الحمام داخل الغرفة، وبه أيضا يعني سخان. طبعا في خروج من هنا إلى المسبح، في خروج من هنا إلى المسبح.